لفنا الثاني الآن مشاهدينا الكرام، أثار جدل دبلوماسي وسياسي بين إريتريا وبريطانيا إثر استدعاء أسمرة دبلوماسيا بريطانيا للاحتجاج على تصريحات أدلى بها سفير المملكة المتحدة لدى إثيوبيا، وطالب فيها إريتريا بسحب قواتها من منطقة تيغراي الإثيوبية. القوات الإريترية دخلت منطقة تيغراي لمساندة الجيش الإثيوبي في حربه مع جبهة تحرير تيغراي، ولكنها بقيت هناك رغم توقف الحرب باتفاق وقع في جنوب أفريقيا ونص على انسحاب جميع القوات الأجنبية من منطقة تيغراي. جاءت مطالبة الجانب البريطاني بانسحاب كامل للقوات الإريترية من مناطق تيغراي الحدودية عقب تزايد الاتهامات الدولية لجنود إريتريا بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وفظائع في تيغراي في شهر مارس من عام 2021. وفي خضم الحرب في الإقليم، قالت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ميشيل باشلي إن مكتبها جمع معلومات بشأن انتهاكات خطرة وتجاوزات، منها مذابح نفذت وسط تيغراي على يد جنود إريتريين، إلى جانب اتهامات أخرى مماثلة للقوات الإثيوبية. ملف الانتهاكات في إقليم تيغراي هو جزء من ملف حقوقي أسود لإريتريا. وثقه تقرير لمنظمة العفو الدولية عن حالة البلاد الحقوقية لعام 2022. تحدثت فيه المنظمة عن عمليات إعدام خارج نطاق القضاء وعمليات احتجاز تعسفية واغتصاب ارتكبتها القوات الإريترية في إقليم تيغراي، لا سيما في المناطق الغربية. ومن جملة انتهاكات حقوق الإنسان في إريتريا، تحدث تقرير منظمة العفو الدولية عن عمليات إخفاء قسري واحتجاز تعسفي لآلاف الأشخاص، شملت صحفيين ومعارضين سياسيين وقادة وأعضاء في جماعات دينية. تحدث التقرير كذلك عن الإلزام السلطات بعض الفئات بالعمل القسري، ومن ذلك الاستمرار في تجنيد طلبة المدارس الثانوية في برنامج الخدمة الوطنية العسكرية الإلزامية لمدد غير محددة خلافا للقانون. وفي موضوع آخر، أكد التقرير أن إريتريا كانت الدولة الوحيدة في أفريقيا وأحد البلدان القليلة في العالم التي لم تقدم تقارير بشأن إعطائها لقاح فيروس كورونا، كما أنها لم تحصل على اللقاحات من خلال آلية كوفاكس، وذلك يمثل انتهاكا جسيما للحق في الصحة وفق المنظمة. الآن معنا من اسطنبول محمد صالح عمر، مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات. أستاذ محمد، مرحبا بك، شكرا للانضمام إلينا. بداية، تعرفنا في الخبر عن سبب دخول القوات الإريترية إلى مناطق تيغراي في إثيوبيا، ولكن كما قلنا أيضا في الخبر كان هناك اتفاق لخروج كل القوات غير الإثيوبية. لماذا بقيت قوات إريتريا العسكرية داخل الأراضي الإثيوبية حتى اللحظة؟ شكرا جزيلا على تسليط الضوء على هذه المسألة المهمة والحيوية في تقديري، وهي قضية حقوق الإنسان التي ارتكبها انتهاكات التي ارتكبها النظام الإريتري. أولا في مسألة الدخول الإريتري في النزاع في تيغراي له علاقة مباشرة بالحرب التي دارت بين إريتريا وإثيوبيا. إثيوبيا التي كانت تحكمها تيغراي، وإريتريا العام 1998 إلى 2002 دارت حرب متقطعة كانت أشرسها في عام 2002، ويعني انتهت باتفاق ما عرف باتفاق الجزائر. يعني هذا في هذه الحرب ألحقت إثيوبيا حقيقة هزيمة ساحقة بإريتريا، وحقيقة يعني وألحقت بها هزيمة كبيرة كانت لها أثر كبير على تردي الأوضاع في مختلف المجالات في إثيوبيا في إريتريا. بالتالي فرصة الدخول الإريتري للانتقام من تيغراي في الحرب التي اجترحها أبي أحمد في نوفمبر 2020 كانت بالنسبة لإريتريا فرصة للانتقام من تيغراي. دخلت إريتريا للانتقام فرصة عفوا ليس من تيغراي، جبهة تحرير تيغراي التي كانت تدير إثيوبيا في هذه، ولكن ذلك كان بتحالف وتنسيق مع أديس أبابا مع أبي أحمد. تماما، دخلوا ولكن كانت لهم أجندتهم الخاصة، وهي أنهم ينتقمون مما جرى لهم من هزيمة ساحقة في سنة 2000. هنا الجيش الإريتري يعني ظل ينكر الإريتريين لفترة طويلة جدا أنهم منخرطون في القتال في إقليم تيغراي، ولكن بعد مرور تقارير تدل على انخراطهم اعترفوا في حوالي مارس 2021، اعترفوا بأنهم جزء من المعركة في إقليم تيغراي ولم يبرروا طبعا. القوات الإريترية يعني ما زالت موجودة حتى اللحظة في إقليم تيغراي؟ نعم، هم انا بس ساصل الى هذه النقطه. بعدها
في يوليو 2000 في يونيو 2021 هذه الجولة التي الأولى خرجت القوات الإريترية ببعض الضغوط دولية كبيرة وبطلب من الحكومة الإريترية الإثيوبية أيضا خرجت، ولكن في جولة لاحقة في 2022 دخلت القوات الإريترية من جديد، وبعد اتفاق بريتوريا بقيت القوات الإريترية في بعض المناطق التي أصلا كان فيها نزاع ما بين القوات ما بين التجراي وما بين إثيوبيا وإريتريا، وتحديدا هي أصلا المناطق في الحدود الإريترية مع إقليم التجراي. هناك بعض المناطق التي حولها خلاف قانوني صدر فيها حكم من المحكمة العدل الدولية في راهاي، ولكن لم ينفذ كما هو معروف، لم ينفذ هذا القانون هذه القرارات وهذه نعم، هذه الأحكام، بالتالي بقيت مناطق غير مرسمة، وهذه هي المناطق التي تستهدفها وتعتبرها تعتبر إريتريا أنها تحمي أمنها القومي ببقائها في تلك المناطق، وربما طيب للدخول التجاوزات قصد على إثيوبيا التي وإريتريا. تقول التقارير بأنه القوات الإريترية ارتكبتها ليست بالجديدة، فالسؤال لماذا الآن فقط يتم الحديث عن هذا الموضوع ومطالبتها بالخروج من الأراضي الإثيوبية، وأيضا ما دخل بريطانيا في الموضوع، لأن المطالبة تأتي من لندن الآن؟ صحيح، وربما حقيقة بين البلدين هو هناك توتر من فترة ما بين إريتريا وإثيوبيا حول بعض القضايا، لعل هذا هو. طبعا المنظمات الدولية، مجلس حقوق الإنسان في التابع للأمم المتحدة لديه مبعوث هو محامي حقوقي سوداني كان أستاذا في جامعة الخرطوم، هو الذي هو المسؤول عن ملف حقوق الإنسان في إريتريا، ويكتب طبعا دون الحصول على معلومات من على الأرض، يعني يكتب تقاريره باستنطاق من يعنيهم الأمر ومن لديهم صلة بالجوانب بهذه الجوانب، لكن هناك تقارير سنوية يعني يكاد لا يمر عام وإلا تصدر يعني نداءات من عودة للنظام الإريتري إلى احترام حقوق الإنسان وإخراج عشرات الآلاف الذين في السجون دون محاكمات وعمالة الأطفال وكثير من القضايا التي تثار سنويا، إلا أنه لا تملك هذه المؤسسات إلا أن تكتب التقارير وترفعها إلى الجهات المعنية، والنظام الإريتري يمضي في غيه لا يلقي بالا لأحد. طيب حينما تقول لا يلقي بالا لاحد ولا ينصت لاحد، لماذا؟ يعني هل اريتريا الان تعتبر يعني دوله منغلقه او مغلقه لا تسمح للمنظمات الدوليه بالدخول اليها لتقصي الحقائق للاطلاع على الاوضاع هناك؟ صحيح تماما، يعني في بعض الادبيات السياسيه والاعلاميه الساخره يطلق على اريتريا كوريا الشماليه وافريقيا، ويطلق عليها الدوله المنبوذه في القاره الافريقيه لعزلتها الشديده وعن العالم تماما، منقطعه عن العالم تماما. الاريتريين الذين في داخل اريتريا داخل حدود اريتريا لا يسمح لهم بالخروج، لا يسمح لهم بالخروج حتى للعلاج ولا للتعليم، يمنع منعا باتا على اي اريتري ان يخرج، يعني كثيرون ماتوا بسبب عدم تلقيهم العلاج وعدم اسعافهم الى المستشفيات، لانه لا يوجد حقيقه يعني لا توجد وسائل حياه يعني طبيعيه. اريتريا دوله منعزله وفرض على نفسها العزله. طبعا نسيت ان اقول ان الولايات المتحده الامريكيه والاتحاد الاوروبي فرض عقوبات على الحزب الحاكم وعلى رئيس قائد الجيش الاريتري وعلى الحزب الحاكم في قضايا لها صله بانتهاكات حقوق الانسان في اقليم التيغراي. طيب شكرا جزيلا لك أستاذ محمد صالح عمر، مدير المركز الأفريقي للأبحاث ودراسة السياسات.